من ضمن الأسئلة كنت عاوز أعرف رد ضروري، معهد الأكاديمية المصرية للمحاسبة والإدارة في اسكندرية حلو ولا إيه الأفضل، ولا العلوم الإدارية اللي في البحيرة ولا العلوم الإدارية اللي في العجم، وإيه الفرق ما بينهم؟ أنا ما عنديش معلومات يا جماعة بكل هذه الأماكن، ما درستش فيها ولا أعرف حد فيها عشان حرام أظلم حد فيها، ولكن أنا عندي الكرايتيريا أو النصائح اللي أنا دايما بقولها للناس. يا جماعة هل المكان ده معتمد؟ أه التلاتة معتمدين. طيب دي أول حاجة، معتمد يعني المجلس الأعلى للجامعات يعني بيأجل الجيش، كل هذه المواضيع يا جماعة التلاتة دول بيدوا 4 سنوات بكالوريوس مش مؤهل فوق متوسط، اه كل دول بيدوا شهادة مؤهل عالي مش مؤهل فوق متوسط. طيب تمام، طيب ايه الانسب ماديا ليك؟ دي نقطة مهمة. اه لا انا لا ده اعلى، وده ده انا هنبيع الصيغة ومعرفش ايه، لا نخلينا في الحاجة اللي فلوسها معانا. طب ايه القريب من البيت؟ لا ده هنا ده قريب من بيتي تكلفته كويسة، لا ده قريب من بيتي بس تكلفته غالية، يبقى نشوف الفاكتور اللي أكتر ألما بالنسبة لنا ولكن القرب من بيت كويس. كل هذه المواضيع من ضمن الحاجات اللي بتمثل فارق، زائد طبعا التخصص، هل أنت بتحب إيه وموجود هنا؟ فحضرتك بتقول العلوم الإدارية في العجم في قسم إدارة المشروعات وإدارة البنوك، واللي في البحيرة في قسم محاسبة وقسم إدارة، طب أنت بتحب إيه؟ أنا بحب إدارة المشروعات، أكيد ده يعني هيميل أكتر للعلوم الإدارية اللي في العجمي وهكذا. فنصيحتي ضع الكريتيريا دي او الكواليفيكيشنز او المواصفات دي في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.